فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. قال: فأما ما فيه من وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتخفيف ففي الصحيحين عنه، أعني عن أنس بن مالك، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يوجز الصلاة ويكملها. وفي الصحيحين أيضا عنه: يوجز الصلاة ويكملها، يعني يخففها مع إكمال أركانها وواجباتها ومستحباتها، فهو يجمع بين المصلحتين، الرفق بالمأمومين وإتمام الصلاة. الصلاة ولا يعمل صفة على حساب الصفة الثانية، فلا يخفف ويكون هذا يفضي إلى عدم إتمام الصلاة، ولا يتم الصلاة إتماما يشق على المأمومين. فيراعي الحالتين، حالة الصلاة وحالة المأمومين، وهذا هو الاعتدال، وهذه هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن جماعة من المحدثين وصفوها بالتطويل في الركوع والسجود والقيام، بينما جماعة أخرى وصفوها بالتخفيف، فيجمع بين الأمرين بأنه صلى الله عليه وسلم كان يخفف الصلاة مع إتمامها. نعم، أحسن الله إليكم. قال: وفي الصحيحين أيضا عنه قال: ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وهذا يؤكد ما سبق، ما صليت خلف إمام أخف ولا أتم من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه هي سنة الرسول، بأن يصليها ويخفف صفتها مع إتمام هيئتها، حتى يجمع بين المصلحتين ويبتعد عن التشدد. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا أما أحدكم الناس فليخفف، فإن فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجة، وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. نعم. قال: وزاد البخاري: وإن كان ليسمع بكاء الصبي فيخفف مخافة أن تفتتن أمه. نعم، كان صلى الله عليه وسلم يدخل في الصلاة وهو يريد أن يطيلها، ولكن إذا سمع ما يقتضي التخفيف خففها، فهو يخففها أحيانا لأسباب طارئة، ومن ذلك أنه إذا سمع بكاء الصبي ممن يصلين خلفه من النساء فإنه يخفف الصلاة رحمة بأمه، لأنه إذا بكى شغل أمه وأشفقت عليه، فهو صلى الله عليه وسلم يخفف الصلاة من أجل أن تتفرغ لابنها، نعم، ليتخفف لرضيعها. نعم. قال: وما ذكره أنس بن مالك من التخفيف هو بالنسبة إلى ما كان يفعله بعض الأمراء. هذا فيه مراعاة، فيه أن الإمام يراعي أحوال المأمومين، حتى أنه يراعي النساء إذا صلينا معهم فإنه يراعي أحوالهن.